مرحبا بك امام القضاء العام. مرحب بيك وبكل مصر. متعرف عليك معلش من جديد. اسمي ابونا انطونيس الجوارجي. النهارده انا شايف ان ما دي اصابه من مزبيرو، دي بركات مزبيرو يعني. انت معاك في مزبيرو. بركات مزبيرو يعني. الاصابه ازاي؟ مش مهم الاصابه، انا بتكلم عن المشاكل اللي في المانيا. بنتكلم عن المشاكل في المانيا. الاخ اللي سجل معاك ده اللي اسمه ايمن، ايه رايك في مشكلته؟ مشكله خطيره جدا جدا. طيب ليه ما نلحقهاش بقى؟ ليه ما نلحقهاش؟ ليه المسؤولين على البلد ما يلحقوهاش؟ في مشاكل زي كده في المنيا كتير غير مشكله ايمن، المفروض نلحق المشاكل دي عشان ما نعاش. طب انت تفسر بايه المشاكل وهم عارفين الاشخاص؟ افسر بايه في ايه؟ ما انا لو اتكلمت بقى هتزعلوا مني. لا مش هزعل. لا انا ما بزعلش، انا بحبك تتكلم على طول. انا لو اتكلمت انتوا مش تبقوا انا اتكلم. شمعنا المنيا اللي فيها المشاكل؟ شمعنا المنيا اللي فيها المشاكل؟ ده احنا لا، كل مشاكل مصر مجموعه في المنيا. كل المشاكل الطائفيه مجموعه في المنيا. تقصد ان دي حاجه مسيسه؟ انت بسالك انت كراجل صحفي وكراجل صاحب قناه، انت ايه رايك؟ شمعنا المنيا اللي فيها المشاكل دي كلها؟ شمعنا المنيا اللي في المشاكل دي كلها؟ يعني انا بعت ايمن يسجل معاك وغيره، وهجيب لك غيره وغيره، شمعنا المنيا؟ ده المنيا دي فيها اكتر من 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 مشكله. مشكله ايمن دي لو ما اتلحقتش ما هتزيد، صح؟ حل هذه المشاكل من وجهه نظرك المسؤول هو اللي يحلها. من هو المسؤول؟ من قائمين على هذه البلد. من هم القائمين؟ انت عارف بقى وانا عارف اقول لهم ايه، بس يعني ما القائمين على هذه البلد اللي بالتليفون لو عاوز يعرف ايه هيعرف. بس احنا مصر دي تمتلك اكبر جهاز مخابرات حربيه، اكبر جهاز مخابرات عامه. سياده المشير لو اتصل بدول وقال لهم هلولي المشكله دي هيقولوها له، هيروح رافع سماعه تليفونه وحللها. ان هم بقى مش عايزين يعملوا كده انا ما اعرفش. سؤال تاني وليس توريطا، يعني انت تحمل المشير هذه لا مش المشير لوحده، ما هو مش المشير اللي بيدير البلد لوحده، كل قاده الجيش مش كل العاملين في كل قاده الجيش، ومش كل قاده الجيش وبس، ومش كل المجلس العسكري، وكل مواطن حر في مصر لازم يقول الحق. يعني انت دلوقتي عشان كل مواطن، وانت اول المواطنين دي، كل مواطن حر في مصر لازم يقول الحق، ولازم يقول الحق ليه؟ بيحصل ده ليه؟ يعني يحكم على ناس يديهم 25 سنه ولا يديهم عدد من السنين وناس تاني براءه ليه؟ والتاني ده اللي هو اهله مشردين، ده الواد ده اللي اسمه ايمن ده قاعد في مصر مشرد، ليه؟ ليه يسيب شغله ويسيب بلده ويقعد هنا؟ وغيره 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 وغيره. يا بيه يا بيه، ده تهجير مقنن، ده تهجير مقنن. وبنقول للناس اللي في مصر وقفوا هذه المهزله. تهجير مين هجر مين؟ مين اللي هجر مين؟ كل واحد وبالايه؟ يعني بيقولوا وبالايه؟ وباللبيب يفهمه وبالاشاره تفهمه. طيب الحل للمشكله دلوقتي 12 اتحكم عليهم بالمؤبد، الخروج من مأزق ده ازاي؟ الحاكم العسكري يصدر حكم بالعفو عن دول قصاد دول. يعني هو يجي عفو؟ الحاكم العسكري زي ما دول خدوا براءه يحكم ان دول ياخدوا براءه والمشكله تتنتهي. ويحاكم القاضي اللي ما حكمش بالعدل. وانا بوجه سؤال للقاضي، انت راجل حلفت اليمين، هل الحكم ده حكم عدل؟ ويا وزير العدل يا اللي حلفت اليمين، هل الاحكام اللي بتطلع من عندكم احكام عادله؟ بس واقول لك وباللبيب يفهموا. بس انا مش عاوز اقولها، بس خلينا كده اللي تقولها. يعني مش فيش اي حد توجه ليه كلمه او نصيحه اخيره؟ ما انا موجهت يا بيه، انا كده ما وجهتش. طيب يعني لازم اقول لك اسمي فلان وفلان وفلان؟ انا وجهت وقلت ورساله اخيره، حلوا المشاكل اللي في المنيا. ورساله اخيره ليه كنيسه المريبات ما اتبنتش لغايه دلوقتي؟ ده في 27 واحد استشهدوا، وفي ناس مصابه، في ناس عاجزه، ولغايه دلوقتي ما اتبنتش الكنيسه. ليه بقى ده تسال فيها المسؤولين عن حكام هذه البلد؟ ليه بقى تسال فيها الناس اللي مش عاوزه تحكم بالعدل؟ ليه بقى تسال فيها الناس اللي بتدي احكام لناس وناس لا؟ ليه بقى تسال فيها يا مجلس الشعب ليه لغايه دلوقتي ما درستش قانون بناء الكنائس في مصر؟ ليه لغايه دلوقتي مصر مش متحوله دوله مدنيه؟ ليه؟ من عندك ومن القناه بتاعتك بقى طالب مصر تتحول لدوله مدنيه. مين اللي هيحكمها؟ انا دي ما تفرقش معايا. سوري يعني محمد زي احمد زي حسن
زي مصطفى كلهم واحد، بس عاوزين الحاكم اللي يقعد على الكرسي تبقى مصر دولة مدنية وليس دولة مدنية. حالة مجيء الدكتور محمد مرسي ما يجي، هو ايه المشكلة؟ يجي يحولها دولة مدنية، احنا عاوزين دولة مدنية. مين بقى اللي هيجي مش مهم. يعني ايه مواصفات الدولة المدنية؟ لا ده موضوع كبير بقى، ده موضوع كبير بقى. انت عاوز دولة مدنية، ده موضوع كبير. نطالب بالحب، نطالب بالحب. لو في حب بيننا ما بين بعض، هو لو انا زعلان معاك وبحبك هسامحك، لكن لو زعلان لو مش بحبك مش هسامحك، صح ولا غلط؟ لو اتوجد الحب بيننا كل حاجه تتحل. يعني احنا في مشكله بيننا ما بين محافظ اسوان اللي ما بناش الكنيسه، وفي مشكله بيننا ما بين رجال الدوله اللي ما بنوش الكنيسه، لكن بنحبهم. ليه؟ حبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسؤون اليكم. ده ايماننا، وده ان احنا اللي بننشره على مستوى العالم مش على مستوى مصر. عايزين حب. لو احنا بنحب بعض كل حاجه تتهم. لو احنا بنحب بعض ما يصدرش الحكم ده. لو احنا بنحب بعض ايمن ما يسيبش اهله يجي يعيش في مصر هنا ويسيب بلده. لو احنا بنحب بعض، اقول ولا بلاش؟ مش كل مش هتبقى في مشاكل ولا مشكله في مصر. لو في حب في مصر مش هيبقى في ولا مشكله. من يعني الحب ده يجي ازاي؟ ما انا قلت لك دي عادات طويله بقى. اجل حضرتك طويلة. اجل حضرتك عادات طويلة عشان الحب. لو اتوجد الحب هنسامح. ده بيقول لك مش يعني مش عاوز ادي امثال بقى يعني واتكلم كلام مش هو يعني. لما ولد وبنت بيحبوا بعض فيجي اهله يقولوا له بلاش البنت دي، بيقول لهم لا انا هاخدها. ليه؟ لان هو بيحبها فمش شايف عيوبها. فاللي بيحب حد مش هيشوف عيوبه. لو اتوجد الحب بيننا ما بين بعض هنسامح بعض. لكن المشكلة انه مفيش حب. المشكلة ان هو ما بيحكمش بالعدل اللي هو حالف اليمين. وانا قلت لك احنا نمتلك اكبر جهازين، اكبر جهاز مخابرات في العالم واكبر جهاز. هو الحكم صدر ايه النهارده؟ يعني اكبر جهاز مخابرات عامة في العالم واكبر جهاز مخابرات عسكرية. بتليفون يا جماعة المشكلة في الحتة دي، هيقولوا المشكلة كذا، طب ما نحلها. نسيبها توصل لكده. ارجو ان الكلام ما يتفهمش غلط. ارجو ان يتفهم صح. زي ما هو ارجو ان يتفهم صح. هم يفهموا ازاي؟ انا ماليش دعوه. ما المشكله انا هطلعه زي ما هو. ما انا بقول لك المشكله انه مفيش حب. لو في حب هنسامح بعض، لكن المشكله انه مفيش حب. احنا نصلي انه يتوجد في مصر الحب، ان الكل يحب بعضه. لو اتوجد في مصر الحب كل حاجه هتنتهي، مش هيبقى في مشاكل خالص. المشكله انه مفيش حب، مفيش محبه. لو في محبه وفي حب هنسامح بعض. لو في حب القاضي ده مش هيحلها، مش هيحكم كده. شكرا عفوا. انا شاكر افضلكم، ويا ريت نصلي انه المشاكل دي تنتهي يا رب. فرصه سعيده جدا. سلام.